السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعينا، يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة. في فيديو النهاردة هنشوف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله يقيم حفلا ضخم بمناسبة تعيين أخيه الأمير هاشم بن عبد الله نائبا للملك. هنشوف تفاصيل الاحتفال بالفيديو، بس قبل ما نكمل الفيديو ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ضروري جدا علشان كل الجديد يوصل لنا. أدى سمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك عبد الله الثاني بحضور هيئة الوزارة اليوم الاثنين، بعد مغادرة جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن متجها إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في قمة أردنية مصرية فلسطينية. ويذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتولى بها الأمير هاشم بن عبد الله الثاني نائبا للملك. والأمير هاشم هو النجل الثاني للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد من الذكور بعد الأمير الحسين بن عبد الله ولي عهد الأردن، ويشترك يوم ميلاده مع يوم ميلاد الملك عبد الله والده. وظهر الأمير هاشم بالزي العسكري التكميلي والشماغ الأردني للمرة الأولى خلال الاحتفال التي أقامته القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية احتفالا بمناسبة الذكرى الأولى لمئوية تأسيس الدولة عام 2021. وشارك في زيارات خارجية منها مشاركته في حضور سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2022. في يونيو 2023 حضر الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا والأمير الحسين ولي العهد حفل تخرج الأمير هاشم بعد إنهاء مرحلة الثانوية العامة، كما ظهر في حفل زفاف شقيقه ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله وهو يرافق الأميرة رجوى الحسين إلى القصر لعقد القران. وفي سياق آخر، قام الأمير الحسين بن عبد الله بالاحتفال بتعيين أخيه نائبا لجلالة الملك عبد الله في حفل أسري أقامه داخل منزلهم بحضور العائلة قبل مغادرة الملك عبد الله أرض الوطن متجها إلى جمهورية مصر العربية لحضور القمة. وكان الاحتفال الحضور كل من الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا والأميرة إيمان والأميرة سلمى والأميرة رجوى الحسين وأيضا ولي عهد الأردن وأيضا عمه الأمير ووالدة الملك عبد الله الثاني. خالص أمنيتنا لسمو الأمير هاشم بمزيد من النجاح، وربنا يوفقه ويعينه في منصبه الجديد، وخالص أمنيتنا للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا بمزيد من الصحة والعافية والسعادة. بكده يكون فيديو النهاردة خلص، ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ضروري جدا علشان كل الجديد يوصل لنا.